بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين، سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مسلمانان خوش ويستاني في غمى صلى الله عليه وسلم خوش كبرى عزيزة كانم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري كلا برنامي إيمة ونعمتكان دمو ميوان تان ميواني مالا كان تان وشاشا كان تان بهواي أوي سود مند بين وبهواي أوي زياتر نزيق بينا ولا بارودغار جل جلاله مان كابوك سانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقل نعمتك تازدا نعمتي إيمان خوش كبرى عزيزة كانم حمد سنا وصفاص وسعيش بو بارودغار مان جل جلاله كإيمة إيمان داري كإيمة لدي كباوكي كي إيمان دارو كخومن بإيمان داري خومن بيني وتوا استمن قصة عن بو أكم لم شاشة مباركة وإيوش قويتها لمن قرتوها لنفسي كاتا هواهي استمانقاء برستي هواهي إسا دولاري برستان مشكة برستي هواهي بت برستي بوذاء برستي إيما بفضلي إخواو بلطفي إخواو بكرمي إخواو بتوفيقي إخواي برودغار جل جلاله إخواء برستين الله برستين في غمر من عليه الصلاة والسلام فرمي حديث كي بخاري كأبو هريرة إجرت وما من مولود يولد على الفطرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة للفظك إلا على الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بني آدم آدم وشكي نوكي ذريتكي همي لسر فطرة لدايك أبيت فطرتش إسلامة إلا يولد على الفطرة فطرة شراحي حديثة كان تقريبا جمهوري شراحة فرمون إسلامة بويها خويجي أفرمي أخوي فرد قال جل جلاله القرآن أفرميت فطرة الله التي فطر الناس عليها مجاهد ضحاك كهردو كان تلبي ابن عباس رضا ورحمة إخوالهم يانبي فطرة الله أفرمون دين الله دين إخوة كإسلامة كأم آينة بيروزي أو آينة كرازي مندبو بو خوي هالبجارد وخوي بيروزقار إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا فإما بفضل كرمي خوي جل جلاله إيمان دارين خواء ناسين أو كسما الناسي وكخلقي كردوين يكلنا وكاني الخالقة كأمهم فضلي بيبخشيوين أمهم نعمة أمهم مخلوق أمهم أندامة أمهم عزايا أمهم مشتجوانة أم شاوة سحريانة أم قججوانة أم لوتريكا أم جوتشكا ريكانة دو قاتش دو دست بي بخشي بين فردقار من جل جلاله نينوكي بي بخشي بين نينوك بفضل إخوة جا إما چون خوما مشتايا أقر نينوك ما نبوايا إسا توك نينوك نبي ناتواني علاقيك غريكولا يبكيتا وچوك نينوك نيا چون خوما مخوراندايا أو نعمتك جورية، فالحمد لله فضل إخواني برودجار جل جلاله كإيمان إيمان دارين، أبي اعتزاز بم إيمانه وبكين، حارثة رضا ورحمة إخواني لبي صحابيك جليلة في غمرة صلى الله عليه وسلم فرموي، طبعا قصة إلى أسد الخابية هي، فرموي كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا، فرموي شوني أستا أي حارثة؟ وضعي شو أنا حالي شو أنا فرمي بفضلي إخوة الحمد لله من إيمان دارم في غمصة صلى الله عليه وسلم فرمي لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك للفظك فما حقيقة إيمانك إترى فرمي عزفت عن الدنيا بشتم كرد دنيا برو آخرة أو أخوهم حاضر كردوه وحركوا لنشاطامو وكأني بهشتم ديوو شون خلق لنا ويا يتنعمون فيها ودو زخيج لبرشاو مايا شون خلق يتعذبون فيها دعائي أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي عرفت فلزم أو زانيت دبيقرة أويك خود بود دركوت وبيقرة
وكوشون خوي تعالى جل جلاله وبيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت شون أمري بيكراو باستقامة وتوج إست مستقيمي هر بو استقامة بو مستقيمي بمين روا شون كإنسان بيويستي بچية أم إيماني كأيما تيدين بفضل إخوة كأيما إيمان دارين بيويست من بتاذكر نوية بيويستي بتاذكر نوية الإيمان كالثوب في أغنى صلى الله عليه وسلم في المسلم إمام أحمد إيمان وكو جلواية بيويستي بتاذكر نوية فبويا بيغمر عليه الصلاة والسلام لهندي رواياته كاتك وفاتك أنه ازدطى لسفيل الرشيابي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أفرمي قد أسرع إليك الشيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ للفظك كي مستدى إمام أحمد وحاكم لمستدركه أفرمي شيبت يا رسول الله أبو بير بوي صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوة فرمي شيبتني هود وأخواتها أويك مني بير كرد به هود خشككاني هوتا للفظك كي هود مرسلات لقل عما يتساءلون إذا زلزلت الأرض زلزالها فرمي للفظك ومن هود يعني لسورة هودا ومن هود فاستقم كما أمرت أو آية مني بير كدو لهود استقامة شنك براستي قرصة بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميت زمانية بسر أمتك كما القابض على دينه كالقابض على جمرة يأخذ على جمر زمانية بسر أمتك كما أو دستي بدينك وقرت بي أو كسيك دستي بدينه وقرت بي كأنما دستي ب بارش خلوزك وفحمك وقرت بيت أعوات شون خلوزك سور كسور بو بيت وشكوك سور دستي بي وقرت بيت شنا إتر هتر هر توب جاريوا هيا يعني يكتوز برشوين يكتكوي يكسر هاواري اللي برزة بيتوا فأوا أيامي فتن وأيامي محن وأيامي ناخوشيو أوا وردة وردة ويستجري بينين يعني فأم إيماني كإيميتين فضل إخوايا إنسان بم إيمانا وننزيك بيته ولا بردقاته أبي با ويلي أبي با دوستك إخوا أبي با عاشقي إخوا بيغمبران راسا بيغمبران بلا مواصفات يعني هبوا ببن بيغمبر تيش بيغمبراتيش يعني إمامي غزالي لمنقذ لكتابك ياك المنقذ من الضلال أفرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أونا أتشوى غاري حراء جاري واهبو بمانقنا أقرايوا بس بيانسي روجي بي أتشو بويا زخيري جي بلغ الخويا صلى الله عليه وسلم أفرمي إمامي غزالي حتى وايلي هات عرب أيانود أن محمدا قد عشق ربه محمد عاشقي خواي خوي بوا بويا آوا مواصفاتي تيابو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بويا بوا بيغمبر إن جاك بوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيكالي خوابو شيداي خوابو بويا لطائف كاتي كدويستي دعوكي لطائف بلاو كاتوا فيامكي لطائف بلاو كاتوا أهلي طائف برد باران يانكرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كتشوى بيستانك وتشوى حد أو باخك لو يا دعائي كير صلى الله عليه وسلم چونك يترويان ليك البربران ينكرت قاصب شريف كاني قاصب جوان كاني صلى الله عليه وسلم خيني بها تخوارو دو برغي اللهم اليك اشكو ضعف قوتي دعاك دريجه بس دو برغيتيايا او ويلي ولا جرين كچون ام بيغمبر عاشقي خوي خوابو چون شيداي خوابو جل جلاله صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا كم يا نفرمي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يعني بس تو خوايا لم عاجز ما با يتر شيء أبي بابي هيج جوي نايم بهيج كسيت شيء ملي أكن ليم كان بس تو عاجز ما بليم برجيد وهمي لأخير دعاك يا أفرمي لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى يعني بوت هي قلي شيء ملي أكن ليم بك هرتار رازي مند أبي هرتار رزا مندي خوت دا أنا إلى سرم هرتا تور رازي أبي ليم لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ف بيغمبران إما أبي بيغمبران وبيال شاكان وعلماء وفقهاء وزانايان وخوا صلحاوان وأنيك بخوا صلحابون صالحون أبي إما وكو شون شاعر الله إن لم تكن يعني رجلا فتشبه بالرجال فإن التشبه بالرجال فلاح ياخذ أحب الشافعي فرمي أحب الصالحين ولست منهم أجر صالح جنبيت أبي
هول بيت خود بشبهيني بصالحين تقليدي صالحين كي تقليدي بيا وشاكان وبيا غمبران كي بيا غمبر صلى الله عليه وسلم هاتو أم بيامي هنا وبو إما بو أي إما خوماني بيا بشبهينين بو إما تشاوي لي بكين تقليدي بكين صلى الله عليه وسلم فبيا غمبران زور بيان أبينيت يعني نوح عليه السلام كاتي كيتر هيج مجالك نما وبيتا قدبو فرموي إني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يعني داوي لبرودغار كير فرمي اي خوايا ايتر من شارنا ما مغلوب فانتصر نصرتي خوتم بوبنيرا فوز فلاح نجاحي خوتم بوبنيرا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر يكسر خوا جواب يا تو فتون ايما لم لنا ام نعمه قوريه نعمه ايمان بو اوان روج بروج نزيق بالنبي ولا برودغار من جل جلاله موسى عليه السلام خواي برودغار برسي او بو اواخ بخيرا او ببلا فرمي وعجلت اليك ربي لترضى بويا ببلا هاتم بولات بويا ببلا قيش ما ايرا بو اوي رزامن دي خود در بري بران برم بو اوي تو رازي بيليم بويا برودغار من جل جلاله ام هلو يستو هنگاواني بيني لموسى بويا فرمي والقيت عليك محبة مني وألقيت إليك عليك محبة مني ولتصنع على عيني أم عبارتانا يعني خوشويستي خوم داناوة تياتا خوشويستي من التياية من توم خوش أويت بشي بوها شويني تو حق النبي من شارة سري مسائل كان كم من نايلم تو هيتش خرابيك بران برد بكري ياخد أفرمي ولتصنع على عيني بوي لجير تشاو ديري منا قورة بيت بوي لجير تشاو ديري منا تو يعني برورد بكريت ياخد أفرمي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي من توم دروس كردو بو خوم بو بيامي خوم بو رسالي خوم بشي دنيا لتو يعني يا موسى عليه السلام تو همو جيان آخرته همو جيان قيامته همو جيان خوشويسي منا همو جيان اويك راكي برو دين بو ديني من راكي بو رزامن دي من راكي بو خوشويسي من فإنساني إيمان دار أبي هميشا آوا هاول بات شون خواهي تعالى جل جلاله يعني هولي خواهي تعالى إيمي كردوا بمؤمن كردويني بإيمان دارو كردويني بتابعي محمد عليه الصلاة والسلام ولم ركب بيروزيين لدين محمدين لملة إبراهيمين لفطرة إخوائين جل جلاله بيويستا إما أم نعمة بيمان خوش بيت وهول بين لخومان بتسين كالروجة توشي نعوذ بالله نفاق بين ابن أبي مليكة لبخارية أفرمي تابعية أفرمي أدركت نيفا واربعين صحابيا كان الواحد منهم يخشى على نفسه من النفاق شلو او نصحابي نيف ليكو يتاسي او نصحابي بني وكل ترسي نفاق ينهبو لسر خويا فمنو توجه بها همو روجه همو كاته همو ساته همو دقيه همو لحظه بترسين ايمانا كمان لاواز به توشي نفاق من نعوذ بالله ام ايمانا بفضل اخواي برودغار جل جلاله إما مؤمنين حقا فبيويستا توش حفاظ كي دس كي دس قريبة سلو إيمانيا روش بروش داوالا بروزقارت كي جل جلاله ك خويت على إيمانك زيادك وشون متحي أصحاب الكهف كات خوي بروزقارة فرم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى زدناهم إيمانا فإيمش برو زياد بوني إيمان بلمان زياد به والروج بالروج نزيكي بارود قارمان بينا وجل جلاله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى ألقي داهاتو بأخوات رسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.